ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بدكتورة مروة. ازاي حضرتك دكتورة مروة؟ شرفتينا النهاردة. تمام الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ دكتورة مروة استشاري نفسي وكمان مؤسسة مسرح الطفل المبدع. احنا في قبل الفاصل كنا بنتكلم مع دكتورة رانيا صلاح اخصائية تخاطب، كنا بنتكلم فيها عن متلازمة داون وعن التوحد وعن اسبرجر وعن ازاي بكيف الموهبة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتورة مروة بقى هتدعم كلام دكتورة رانيا بي، انتي ازاي بتوظفي الطفل اللي هو العادي ان هو يقوم ويوصل صوته للطفل الغير عادي اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه؟ بتوظفي الموهبه ازاي دي في المسرح؟ كل ده هتوضحه لنا دكتوره مروه مشهور. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بدايه المسرح بتاعنا مش بيخاطب بس الاطفال ذوي القدرات الخاصه، احنا ما بنحبش نسميهم ذوي الاعاقات او كده، احنا بنقول عليهم ذوي القدرات الخاصه. الفكره عندنا في المسرح ان احنا بنتعامل مع الطفل النورمال، لكن بنحاول ان احنا نخليه سوي نفسيا. احنا بنهتم جدا بالجانب النفسي. يمكن في اول فقره ليكم اتكلمتوا عن الحاله اللي حصلت. الفكره كلها ان احنا ليه نسيب نفسنا نوصل للمرحله دي. فاحنا بنبدا بدري قوي، بنبدا من اول الطفل. ماما بالظبط كده، ماما بصي الحركه دي، ماما بصي الكلمه دي، ماما اصلا بتطبخ، بتعمل حاجه، بتتكلم في تليفون. بتكلم بجد، احنا كلنا كده، لكن الطفل محتاج يتكلم، محتاج يتشاف. المسرح وفر له ده، وفر له ان هو يتكلم عن نفسه، يعبر عن نفسه، يفهم اصلا انا بحس بايه. احيانا الطفل يقول لك انا محبط، انا مصدع، انا هو الكلام اللي بيسمعه حواليه بيجي يقوله، بس هل هو فاهم يعني ايه محبط؟ لا لا لا، فاهم يعني ايه مصدع؟ بس هو بيتكلم وبس. فاحنا بنفهمه بقى المشاعر بتاعتك بتعدي بانهي مرحله. بنعمل تبادل الادوار ما بينه وما بين بابا وماما. يعني ماما بالظبط، هي سايكو دراما اللي احنا بنشتغل بيها. ماما زعقت لك النهارده، طب انت النهارده انت هتعمل بابا، واختك الصغيره او بنتك الصغيره عملت حاجه غلط، هتتعامل ازاي؟ فبيبدا يطلع الطاقه اللي عنده، فيحصل له تنفيس انفعالي، فيهدى، يبدا يفكر، يبدا يمارس هوايته. الاب والام خلال العرض المسرحي بيجبروا اجبار يعني ان هم يتعاملوا مع طفلهم. هيلبس ايه؟ هيتصلح شعره ازاي؟ هيبقى في تفاصيل بقى بيشاركوا عايزه. فاحنا خلينا الاب والام يشاركوا ولادهم حتى لو هم ما عندهمش وقت يشاركوا. هيجوا يتفرجوا عليهم في الاخر، يقعدوا يسقفوا لهم. هو ده نقدر نقول ان الحاجات دي مثلا المهارات اللي ممكن الطفل يكتسبها بجوار التمثيل في المسرح. يعني انا ابني عنده موهبه وكل حاجه، هيروح يمثل، بس جنب ان هو هيمثل، لا انا هحط فيه حاجات تانية. التمثيل هو اللي هيبقى، هو اللي هيحطها هيطلعها فيه، هو اللي بالظبط كده. وفي نفس الوقت احنا بقى اللي انت هتقوله ايه في المسرحيه؟ بنتكلم مره عن ذوي القدرات الخاصه، نتكلم مره عن مشاكل الطفل نفسه. لازم الموضوع يبقى خاص بالطفل، مش ان احنا بنقدم عرض مسرحي وخلاص، مش هنجيب اي قصه عالميه ونمثلها وخلاص، لان مش الهدف الاساسي ان احنا نطلع الطفل ممثل رائع يعني. لا، الفكره كلها ان احنا عايزين الطفل يكون بيقدم عمل هادف، بيتكلم عن مشاكله ومشاكل بابا وماما. هو فعلا كنا في الفصل كان بيعرض فيديو اللي هو كان بيتكلم فيه راي اولياء الامور وراي الاطفال، فهو كان في طفل بيتكلم ان انا كنت بطلع بعبر كل اللي جوايا للناس او لبابا وماما عشان هم ينقلوا الصوره ليا، ان هم يتقبلوا الفكره بتاعتي. انتوا مش متخيلين، انتوا هنا قاعدين في استوديو قدامكم كاميرتين ثلاثه والمخرج عمال يتكلم في الايربيس وبتاع، لكن تعالي اقفي بقى قدام 600 700 شخص وتكلمي بنفس الطلاقه دي. فان الطفل يوصل لمرحله ان هو يطلع على المسرح ويقف يتكلم عن مشكلته اللي بيعاني بيها مع بابا وماما، لا ده حاجه تانية خالص. اكنه واقف قدام المرايه وبيعكس نفسه فيها، ده بقى واثق من نفسه، هيقدر يتعامل. مش هنقدر بقى نقول بقى اصل لو المجتمع حصل منه تنمر، لا هو هيعرف يرد على ده بعد كده. حصل سخريه، حصل اي موقف من مواقف الحياه هيعرف يتصرف. موقف حصل له فجاه هيعرف هو بنفسه يفكر ويقول انا هتصرف الموقف ده بالشكل الفلاني. احنا بنعلمهم في المسرح الارتجال، ازاي انك تتحط في موقف انت مش عارف ايه هو الموقف، ومطلوب منك انك تمثل شخصيه معينه. حصل حادثه وانت ضابط بوليس، اتصرف وايه هتتصرف ازاي؟ الاطفال بقى في المسرح مع حضرتك او في الاكاديميه بتاعت مسرح الطفل بتاخد عدد معين؟ يعني حضرتك ماخده عدد معين بتشتغلي عليهم، ولا كل الاطفال اللي بيجي بيقدموا حضرتك بتاخديهم وبتقدري تسيطري عليهم كده؟
السن احنا بنبدا من 5 سنين لحد 15 سنه، بعد 15 سنه بيتحط بقى في كادر الشباب. يعني يمكن حتى الولاد البنين لحد 13، بعد 13 بيبقى صعب التعامل شويه فبننقله الشباب، لكن البنات لحد 15، من بعد 15 بيبقوا في فرقه الشباب. اللي قبل كده بصي فكره العدد على حسب العدد المصري، احنا اولا الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت دي بقينا متواجدين في معظم مناطق القاهره والجيزه، يعني في اي مكان هتلاقي مسرح الطفل. احنا كل سيزون بنختار مثلا مكانين ثلاثة هم اللي يعملوا العرض المسرحي. فاحنا دلوقتي الفترة اللي فاتت دي عملنا فرقتين، لان احنا عندنا اطفال موهوبة فعلا، فدول عملنا لهم فريق. الاطفال دي هي بتعمل بقى عروض، هي اللي يعني دول بقوا فرقة لوحدهم. في الاطفال التانية احنا بنقبلهم، كل الاطفال بنقبلهم ما عدا اللي عندهم اي مشاكل ذهنية او اي قدرات خاصه. طب دول ليه بيبقى ليهم ليه بقى مش بتكوني؟ كان عندي سؤال دلوقتي، هل في المسرح اشخاص عاديين وهم اللي بيادوا السايكو دراما للاشخاص الغير عاديين؟ طب ليه ما جيبش اللي هم الغير عاديين وهيادوها صح؟ هم مش بيادوا سايكو دراما، هم التدريبات هي تدريبات السايكو دراما، لكن هم بيادوا عرض مسرحي الهدف منه ازاي نتعامل مع الناس دي. يعني كان عندنا عرض اسمه شمس نص الليل، ده كان كل الابطال بتوعه كل واحد منهم بيعاني من مشكله، اللي عنده بهاق، الاعمى، اللي مش بيسمع، اللي مش بتتكلم، بتسمع بس مش بتتكلم، والعكس اللي بيتكلم لكن مش بيسمع بحركة الشفايف، اللي بدع واحد، اللي عنده مشكلة أثرت على حركته. كل الأطفال دي بتمثل الشخصيات اللي هي كل شخصية كلهم أصلا طبيعيين، بتقول هي الشخصية دي عايزة تقول، لكن بتتكلم عن الضرير ده أو الأعمى ده حاسس بايه، بيمشي ازاي، بيتكلم ازاي، بيتخيل ازاي. فالطفل ده بيوصف لنا احساسه وبيوصف لنا المجتمع قد ايه ممكن يتعامل معاه بشكل سيء. طب انت وصلتيها للطفل العادي ازاي ان هو يقوم بالحاجه دي؟ لا طبعا خلال التدريب احنا اولا خدنا العاده ده تحديدا، خدنا تاهيل ليه واعداد ليه من شهر 7 اللي فات، بقيت ابعت لهم فيديوهات بالزبط. يتفرجوا على الحاجات دي. تمام. في عروض كتيره، احمد زكي عمل قبل كده، ومحمد صبحي عمل الاعمى. وقلد بالظبط، امشي انت من غير رجلين هتمشي ازاي. بعد كده لما جينا اختارت الفريق اللي هيشتغل ده، لان انا اخترتهم يعني ما كانش اي حد ممكن يعمل الحاجات دي بالزبط. وبقيت ابعت لهم فيديوهات يمكن كانت اصعبهم الاعاقه الذهنيه، يعني ما فيش حد جابها بشكل قوي اللي هو اللي عنده شلل ده، لان هم كانوا محتاجين فتره تدريب اطول. فاكتفينا بالحاجات اللي موجوده، وكلمت المؤلف كتب لنا العرض المسرحي، كتب لنا اغنيه جميله جدا، رضا عواد، وخليته كتب النص ده. قلت له انا عايزه فكر لي كده في حاجه تجمعهم كلهم مع بعض. وبالفعل عمل عرض كان هايل جدا، والاغنيه بتاعته كانت جميله. ممكن نطلع نشوف جزء من الفيديو ده عشان الناس تبقى I
ورجعنا لكم بعد ما استمتعنا بالجزء من المسرحيه. طبعا حاجه ما شاء الله عليهم. هنا انت استخدمت الماس ان هو في المسائل الحسابيه مع الارقام يجيب الناتج بتاعها. بالظبط، لان في اطفال من التوحد تحديدا في بعض السمات فين انه بيبقى عنده قدرات عقليه عاليه جدا في الرياضه تحديدا، لكن ما بيحبش يتواصل مع الناس. فحبينا بس نوضح من خلال العرض المسرحي انه في اكتر من حاجه، انه اللي مش بيتكلم واللي كذا واللي كذا واللي كذا، ونبين هو قد ايه جميل في حاجات تانية، لان هي مش فكره بس ان انا في قدره عندي مفقوده، لكن انا عندي حاجات تانية كتير. دكتور، كان في اعمار مختلفه في المسرحيه، يعني في ولد صغير، حضرتك بتقدري ازاي تسيطري على السن دوت ان هو العرض شغال، انت ما تشاورش الماما مثلا، ما تعملش حاجه، لا انت خليك في لا هو طبعا بياخدوا تدريب كبير جدا على ان هو يفهم ان احنا بنلعب، لكن اللعبه دي منظمه. وفي نفس الوقت لازم نكون كل الستاف اللي معانا كله ماشي بنفس القواعد، يعني ما ينفعش ان انا ابقى بتعامل معاهم باسلوب وحد تاني باسلوب تاني. بالظبط. وفعلا في فكره انه احنا قد المسؤوليه وفي الشعار بتاعنا ولازم نقف مظبوطين وما نتاخرش على مواعيدنا، يعني في حاجات اساسيه لازم كلنا نبقى ظابطينها في الاول. ودايما في الاول خالص بنحببهم فينا، هم خلاص حبونا هيسمعوا كلامنا. بعد كده بقى هو فاهم وبجهزه انه لازم يروح بروفات للمسرح، يشوف المسرح الاول هو فاضي، يقف على الخشبه وهي فاضيه، لانه التدريب بيبقى في قاعات صغيره. بعد كده بيتفاجئ بقى بالمسرح ومكان كبير وما هيتخض، بحط له اولياء الامور عشان يهدى شويه، بخليه يعمل ده اكتر من مره قدام ناس مختلفه، كل مره اجيب له 2 3 مختلفين اعمل قدامهم، فيحس ان هو اطمن شويه. على ما يجي يوم العرض لا هو بقى ان خلاص بقى اتعود على الجمهور. شعوره بيكون ايه بعد الاداء المسرحي لما بيخلص؟ لا بيبقى حاجه تانية خالص. بصي، يعني في الاهالي والولاد اولا بيبقوا فرحانين جدا، حاسين ان هم قدموا حاجه، انه ما تزعقلوش لما علا صوته، لانه الطفل بطبيعته حركي وبطبيعته عايز ينطلق صوته. ففي المسرح اجري، انطلق، اتنطط، غني. فالحاجات دي في 3/4 الوقت بره ممنوعه. فبيجي في المسرح بيطلع الطاقات دي كلها. ما بيتزعقلوش، المفروض انك صوتك يبقى عالي في المسرح. في البيت لازم صوتك يبقى واطي، في النادي صوتك يبقى واطي، في اي حته الام عايزه ابنها يقعد جنبها حتى في النادي، اقعد جنبي هنا تلعب في المواجهه دي بس، ما تروحش مواجهه ثانيه. فهم مقيدين بحاجات كتير، فاحنا بنخليهم يفكوا كل قيد ده. والاهالي طبعا بتفرق معاهم جدا، وخاصه اللي بيستمر في المسرح وابنه حاسس ان عنده مشاكل، بتشوف الفرق تماما. يعني اللي معانا من سنه ونص مثلا مختلف، مش هتصدقي ان تشوفي اول عرض ليهم وتشوفي اخر عرض ليهم، مش هتصدقي ان الطفل ده هو ده. في نموذج يا دكتور يعني حصل فيه تعديل سلوك واضح قوي بالنسبه لحضرتك؟ هو في بس طبعا يعني مش حد من غير ذكر اسماء طبعا. في كان عندي اكتر من حاله كان المشاكل السلوكيه عندهم ما بين الكذب وما بين يعني العنف. العنف هو عنده فرط حركه لكن كان عنيف. وفي كان عندي سرقه بتتابعي بالملاحظه بقى. الثلاثه كانوا معايا ومتابعين مع الاخصائي بتاعهم. وكنا بعملين جدول كده مع بعض، يعني لازم الام الاول لو في اي مشكله عند ابنها لازم تبلغني الاول، انا عندي كذا 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 في مشكله.
بنبدا نشوف اصل المشكله ايه. فكان الثلاثه دول تحديدا، يمكن طبعا في حالات كتير مشابهه، كان في حاله من الحالات التوحد اللي تم دمجها، وده كان يبدو طبيعي في الاول عادي، بس هو ما بيحبش يتكلم مع حد، ما عندوش صحاب، ما عندوش اي حاجه خالص. ممكن يكون ده سبرجر بقى، هو ما مش بيحب التواصل، كان توحد. كان توحد تمام. وكان توحد بنسب، لان انت عارفه كل مرض بيبقى ليه نسب. فكان هو عنده بعض السمات واندمج وشاطر جدا في المدرسه، لكن ما عندوش صحاب. بيتكلم بشكل مختلف عن اللي حواليه، فدايما يضحكوا عليه. الاربع حالات دول اختلفوا تماما، وخاصه الحالات كانت بتاعه الكذب والسرقه والعنف ضد الاطفال، اللي هي كانت ضرب. كل حاجه بيتعمل بالضرب، بيضرب، ممكن يشتم. فيجي عندنا احنا ما بقيناش نعلق له، لما يضرب حد ما نعلقلوش. فاول ما يعمل حاجه كويسه نسقف له عليها، نجيب بونبوني، نجيب بسكويت، فبقينا نتجاهل تماما السلوك السيء ونعزز السلوك الايجابي. كان في اللي هي كانت حاله السرقه دي، كان مع حب يعني الحاله دي كانت حابه تلفت النظر ليها قوي. الاهل منشغلين جدا، فهي عايزه انا بصولي تعمل حاجه فتخلي اللي قدامها يبص، بمجرد ما انتبهوا ليها وفرقت معاهم قوي. طب هنلبس ايه في الحفله؟ فماما مركزه معايا وبابا مركز معايا. طب هنروح مش عارفه نعمل ايه؟ طب انا عارفه. طب خلاص الهدف وصلت له من ناحيه ثانيه، الهدف وصلت له، الحاله اختلفت خلاص. بالزبط. ما بقتش موجوده. طيب دكتور، نقول ايه الخطه الجايه لمسرح الطفل المبدع مع حضرتك؟ احنا ان شاء الله باذن الله ناويين الفريق بتاعنا. طبعا احنا عندنا المسرح العادي بنقبل كل الاطفال، بنعمل اختبار بس يكون بس الكلام بتاعه واضح، عشان ما نتعبش معاه بشكل كبير. وده مستمر، احنا بنعمل فيه 3 عروض في السنه، الدوره الجايه هتبقى في يناير ان شاء الله. وعندنا الفرقه دي ان شاء الله باذن الله ناويين نشارك في المهرجان القومي للمسرح المعاصر. حلو جدا. باذن الله ان شاء الله هيبقى في دورته الجايه 2020، هيبقى في شهر 8. واحنا دلوقتي قدمنا خلاص العرض المسرحي بتاعنا، وبنقدم بقى التجهيزات بتاعتنا. طب لو حد يتواصل مع حضرتك، يتواصل معاك ازاي؟ عن طريق الصفحه بتاعتنا مسرح الطفل المبدع، او عن طريق الصفحه بتاعتي مروه مشهور. طيب. هو بس لو كتب مسرح الطفل المبدع هيطلع له الشغل بتاعنا على طول، ومن خلال الارقام بتاعه التليفونات بتاعتكم تقدروا تتواصلوا ليها، او صفحتي الشخصيه او صفحه المسرح هتلاقوا ده موجود على طول، يعني ما تقلقوش هتوصلوا لنا بسهوله. بيقدم بس يقول انا عايز اجيب ابني، ويبعت لنا فيديو دقيقه ليه، هنقول له اوكي معانا. وانا بعمل ليه الفيديو ده؟ عشان اشوف اخده على طول الفرقه ولا ادخله المسرح الاول. لكن مش بترفضين؟ برفضه لو هو غير مؤهل، يعني في اطفال بتجيلي 4 سنين ما بيتكلمش اصلا. طب انا يعني مش هطلعك صامت لسه. لا، ما هو لسه صغير قوي. وفي اطفال بتبقى 4 سنين ونص بس منطلقه ما شاء الله، يعني عاملين زي فيروز الصغننه كده، موهبه كانت دي خدناها معانا على طول، ودي قعدت باي باي لمامتها على المسرح. حضرتك قلتي في اول الفقره ان انتوا مش في مكان واحد، في كذا مكان دلوقتي منتشرين، فكده برضو هيسهل على اولياء الامور. احنا بنحاول نخلي التدريب جنب المكان اللي ساكن فيه الطفل، عشان يبقى سهل جدا للحركه بتاعته. لكن طبيعي لما بنيجي نعرض لازم بيروح المسرح الكبير ده، بقى هو ده اللي مكانه بيبقى مختلف كل مره، ولازم ولي الامر بقى يبقى عارف. بنحاول نكون دايما في منطقه وسط. يعني دور حضرتك كاستشاري نفسي لما بتحصل مشكله مع الاطفال اثناء العرض، بتوظفيها او بتحليها ازاي؟ بصي، احنا بالفعل المره اللي فاتت دي حصلت كذا مشكله. يعني اولا ما الطفل ما يحسش باي حاجه. فكره ان هو يقعد في الاوضه، هي دي اصلا اكتر شيء صعب علينا، ان احنا نسيطر على الطفل انه يقعد في اوضته ويهدى قبل العرض. دي فعلا صعبه جدا علينا احنا وعلى كل اللي موجودين. لكن احنا بنحاول نعمل ده. في بنت مثلا نسيت حاجات كتيره ودخلت بمشهد مختلف وبتاع، وطلعت في الكواليس تعيط. طبطبت عليها وبوستها وحضنتها، انسي كل حاجه خالص، مش مهم، المهم الجمله الجايه، سيبك من كل دون، اهم حاجه انت كنت جميله جدا وحلوه جدا، ايه الفستان الجميل ده، ايه مش عارفه ايه. فابدا اعزز ثقتها بنفسها. لكن فكره ان انا ابقى انت نسيتي ولا انت حصل ولا لا، اصل احنا مش تشجيع. تشجيع عشان اوصل مع الطفل يعني بالظبط كده، وعشان انسى الموقف ده ونخش موقف تاني. طبعا اولا دخلت الحمد لله عملت كويس جدا، بعد كده جات لي حضنتني جدا وشكرا ليكي وبتاع، هي حست ان الموضوع مش المهم الطفل، مش مهم العرض في النهايه. انا حتى بنبه دايما في كل حفله، احنا هنتعامل مع اطفال، الاطفال دي ممكن تتوقع منها الغلط، ممكن انها تنسى، لما يحصل ده شجعوا، لان احنا مش داخلين يعني مش رايحين ناخد اوسكار مثلا. يعني معنى كده ان حضرتك برضو بتوصلي صوت ان الام في البيت لما تحصل اي مشكله مع الطفل انت شجعيه، عززيه. الطبيعي البني ادم كبني ادم بيغلط، سواء كان طفل او كبير،
لو ربنا سبحانه وتعالى ما بيتقبلش البني آدم بغلطاته إحنا هنتقبل ابننا إزاي؟ فإذا كان ربنا عز وجل بيتقبلنا بأخطائنا. بس هي تيجي ترد على حضرتك في الحتة دي تقولك ما هو هياخد على كده. لا معلش، أولا فكرة أنه يغلط دي فكرة سائدة طول العمر هيغلط، لكن لازم اتقبلك بغلط. المصائب بتحصل لي، المشاكل وخاصه في حياه المعاتبات بتحصل لي مع التشجيع من حضرتك ليه؟ وان انت يعني انت القدوه بتاعتهم اللي بتشجعي، حتى لو الام رفضت التشجيع او رفضت او وقفت هي برضو. أنا عندي كمان مبدا حتى مع اولادي، اغلط تمام بس اياك تكذب. انا ابني لو عمل كاسه ما يتعاقبش، لكن لو كده بيتعاقب. عملت كذا بصراحه، عملت كذا يقول لي بقى كل المصايب بتاعته ما عاقبوش. عارف والله ما كدبت، انت ما كدبتش عليا. تقريبا بيوصل لسن معين اللي هو التشجيع او التعزيز، وبعد كده بيقف خلاص مش بيعمل. احنا لازم جزء المسؤوليه حتى لو السن صغير، لازم لازم الاثنين مع بعض. احنا نتمنى ان احنا نكون النهارده وصلنا رساله لكل ام ولكل بيت. مع الاسف برضو الوقت ما اسعناش لانكم نسمع من حضرتك اكتر من كده. نتمنى نكون الحلقه النهارده تكون عجبتكم وتكون استفدنا منها. اشوفكم الحلقه الجايه يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله.